العدالة والتنمية هو 66 صوتا. الحمد لله بفضل الوعي ديال السكان وفضل يعني التوفيق من الله عز وجل استطعنا باش نحصلوا هاد النتائج هي غير متوقعه. يعني حنا كنا عملنا واحد نقولوا واحد يعني التوقعات ديالنا ولكن ما رقاتش للمستوى يعني المحصول او اللي حصلنا عليه الان وهذا من فضل الله عز وجل والسيد العمده صراحه محمد بشير عبد الله هو يستحق يعني هو يستحق الحزب العدالة والتنمية يعني بما يتميز به من مبادئ وقيم ونزاهة وشفافية يستحق هذه المكانة. بالنسبة لي جد فرح أن الإخوان ديالي شاركوا من اللائحة في التسيير لا على مستوى المقاطعة ولا على المجلس الجماعي وكنتمنى أننا يعني نحققوا السكينة ديالنا ما تصبوا إليه لأن تقريبا حوالي أكثر من 5000 صوت ما يمكنش تضيع هباء منثورا ومش ننميو هذا الثقة ديال المواطنين فينا إلى الاستحقاقات المقبلة إن شاء الله وهذا كنعتبروه بداية ديال العمل ديالنا والمتواصل إن شاء الله إلى جانب العدالة والتنمية.